نصبح عليكم مشاهدينا، بنستكمل باقي فقرات برنامج يوم جديد والحديث الآن عن أحد المراكز الأردنية وأحد الصروح الطبية التي لدينا في الأردن، والتي وصلت سمعتها إلى العالمية من خلال إنجازاتها وخلال طبعا بإذن الله تعالى نسب الشفاء اللي سجلتها. مركز الحسين للسرطان، هذا المركز اللي يلقى على عاتقه مسؤولية كتير كبيرة فيما يتعلق بالوقاية والعلاج وأيضا التوعية فيما يتعلق بمرض السرطان. آخر المستجدات والإنجازات لهذا المركز قضية التوسعة، وأيضا سنتطرق إلى موضوع هام جدا، إنه شو وضع السرطان عندنا في الأردن والمؤشرات المستقبلية إلى ماذا تشير وإلى ماذا تدل. فاسمحوا لي أرحب أجمل ترحيب الحديث حول هذه المحاور بعطوفة المدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا، والله يعطيك العافية. مركز يعني يمكن أنا شاهدت فيه مجروحة، دائما أنا محسوب على المركز بأنه دائما بستضيف دكاترة المركز وبحكي عن مركز الحسين، لكن أنا بكل موضوعية وبكل أمانة إعلامية بدي أحكي أنه هذا المركز فعلا يستحق كل احترام وتقدير، لأنه هذا المركز أولا هو من أحد المراكز اللي وصل سمعة الأردن الطبية عالميا، وأيضا نسب النجاح بعد إرادة الله عز وجل والشفاء في عالية، وأيضا بتلعبوا دور هام جدا في موضوع التوعية غير عن العلاج. فأحييكم والله يعطيكم العافية. الله يبارك فيك. شكرا لك. وسهلا فيك دكتور. إحنا أخذنا كاميرا يوم جديد، رحنا لمركز الحسين، وبكل صدق أنا أخذت الكاميرا وخليتها تمشي بين الناس حتى تشوف شو آراء الناس. خلي التقرير نفسه هو اللي يحكي، نشاهد التقرير مشاهدينا وبعد هيك إن شاء الله منبلش حوارنا. خير مشاهدينا، احنا الان ارتأت كاميرا يوم جديد اننا نروح في جولة على مركز الحسين للسرطان حتى نستطلع اراء الناس والمتابعين والمراجعين من المرضى في هذا المركز عن خدمات هذا المركز بكل موضوعية. خليكم معنا في هاي الجولة مع الكاميرا. يعطيك العافية عمو، سلامتك. الله يسلمك. كم لك في المركز؟ ابي يومين بالعنايه المركزه وست ايام هون. سلامتك. الله يسلمك. كيف شايف المتابعه؟ كيف الخدمات؟ يعني اذا بدي اقول لك كثير ممتازه مش مبالغه. احسن من هيك متابعه، واحسن من هيك نظافه، احسن من هيك عنايه ما شفتش في البلد من برا. الممرضين والأطباء والكادر والله كلهم مش عواطف، بحكي حقيقة إنهم كلهم يعني بالدرجة الممتازة. كيف شايفين وضع المركز؟ توصف لنا من بلشتوا يعني تتعالجوا فيه وتتابعوا فيه، كيف الخدمات، كيف المتابعة؟ على أعلى مستوى، مش بأعلى مستوى، أعلى من الممتاز كخدمات، كعلاج، كنظافة، كاستقبال، كل أي شيء. الأدوية كلها متوفرة. الدور فيش دور عندهم. متابعة لك موعيد متابع كل شيء، أي نقش بقول لك راجعوا، أي شيء بيصير فيه راجعوا. سلامتك عمو. الله يسلمك. كيف أمورك هلا؟ نحمد الله عز وجل. في ألم؟ لا هلقيت، لا ما في الحمد لله، لأنه باخذ مسكن، المسكن اللي باخذه هلقيت وقفوا لي. ليش ألم رايح؟ الحمد لله أنا انتهيت منه. نشكر الله. طيب عمو أكم إلك بتراجع المركز؟ أنا إلي لقيت أنا شهر نايم. ومن أول؟ 9 أشهر. طيب تحكي لنا هلا كيف خلال 9 أشهر أنت شايف خدمات المركز؟ جيت أنا على المركز في 2/9 عملت العملية. أول عملية عملتها 2/9. وقعدت في المركز أنا بحدود 15 يوم. بعدين نزلت على البيت ورجعت تاني. الخدمات الحمد لله جيدة كثير، يعني أنا هياتني قاعد كل الخدمات متوفرة. طبعا مشاهدينا احنا الان في غرفة العاب الاطفال او منطقة اللعب للاطفال في مركز الحسين، وشايفين احنا الصغار. صباح الخير. اللي بيرسم، اللي بيلعب كمبيوتر، احنا على كل حال خلينا نشوف كيف ايضا هون رضا الاطفال عن المركز. ايش اسمك؟ رشيدة علي الكسواني. رشيدة، طيب شايف الكاميرا؟ يلا احكي لكل اللي عمالهم بيشوفوك، هلا الكل بيشوفك رشيدة، احكي لهم صباح الخير. صباح الخير. احكي لهم انت وين هلا؟ انا قاعد.
أنا قاعد. طيب أنا حكولي إنك رسامة. أنا حكولي بتحبي رسامة. الألوان. أكتر لون بتحبيه؟ زهر. الزهر. طيب إيش تحبي أكتر إشي ترسمي؟ عادي كل إشي. يعني أكتر الشمس. والدها للطفلة رشيدة، صباح الخير. نعم، أنا والد الطفلة رشيدة علي الكسواني. كيف وضعها هلا؟ الآن الحمد لله ممتاز جدا، وعملت عملية والحمد لله يعني تكللت هذه العملية بالنجاح. طيب تحكي لنا كيف يعني شايف المركز لحد الآن بكل موضوعية من كافة النواحي؟ من خلال مراجعاتي في المستشفى الحقيقة اكتشفت أنه كثير من أبناء الدول العربية المجاورة بيجوا بيتعالجوا هون، رغم أنه إمكانياتهم قد تكون أكثر من إمكانياتنا الاقتصادية، بالإضافة طبعا إلى ما نجده من اهتمام كبير من قبل الأطباء والصف بالكامل. وهلا معنا كمان إخوان من ليبيا الشقيقة. صباح الخير. صباح النور. كيف أمور بنتك هون؟ بتابع لبنتك؟ طيب كيف وضعها هلا؟ والله الحمد لله الحمد لله. تحكي لنا كم لكم في المركز هون؟ احنا لنا في المركز حوالي 10 أيام. طيب كيف شايفة بكل صدق المتابعة والعلاج والمعاملة؟ الصراحة كلها ممتازة 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 ممتازة. تحكي لنا كيف شايفة هون المركز وقسم الأطفال؟ انت هلا في قسم الأطفال. طيب تعرفتي على صاحبات واصحاب وكيف الجو؟ تحكي لنا. ايه تعرفت كتير، تعرفت على صحباتي، تعرفت حتى على صبيان كتير، وتعرفت على ممرضين ودكاترة وكتير، كلهم كويسين معي. صباح الخير. صباح النور. ايش اسمك؟ أسامة. أسامة سلامتك. الله يسلمك. احكي لي ايش تلعب هون؟ سيارات. بلاي ستيشن. شو اي مرحله؟ كويس وصل، مبسوط هون؟ طيب احكي لي هلا احنا في غرفه الالعاب، كيف شايف هون؟ مبسوط مرتاح في قسم الاطفال؟ تعرفت على ناس؟ تعرفت على الممرضين كويسين. صاحبتهم مرتاح هون؟ يعني انت ما بتزعل او بتمل لما تيجي لهون؟ صباح الخير. صباح النور. ايش اسمك؟ معتز. معتز سلامتك. الله يسلمك. كيف شايف المركز هون والقسم الأطفال؟ يلا احكي لنا عنه. ما شاء الله مناح، وكل الأطباء من أمناح وممرضين كلهم بيعتنوا فينا الحمد لله. مبسوط هون؟ الحمد لله كتير. إلك أصحاب وتعرفت على ناس؟ كتير الحمد لله، على الأطباء وعلى الأستاذ جمال وعلى الممرضين كل تعرفت عليهم. طيب إيش بتحب أكتر إشي في غرفة الألعاب؟ ألعب على الجهاز الكمبيوتر. نتواصل معكم مشاهدينا وبعد ما شاهدنا هذا التقرير اللي كاميرا يوم جديد صورته حول يعني قسنا هيك آراء الناس فيما يتعلق بخدمات مركز الحسين للسرطان، وأنا بدي أحكيها في كل موضوعية إنه هذا اللي إحنا طلعنا فيه، يعني ما منتجنا أي شيء كان بيتعلق بأي نقد لمركز الحسين، فخرجنا إحنا يعني بهذا التقرير بأمانة وبمسؤولية إعلامية وأيضا إنسانية. فاسمحوا لي مرة تانية أرحب أجمل ترحيب بالمدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، ونبدأ دكتور من وضع السرطان عندنا في الأردن. الكل عم بيحكي إنه الحالات عم بتزيد وإنه هالتوسعة هاي اللي أنتوا بتعملوها لأنها الحالات بتزيد، بكل موضوعية الآن أنتوا لأنه أدرى في الموضوع، شو وضع السرطان عندنا في الأردن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكرك اخت لانا وبشكر التلفزيون الاردني على دعمكم المتواصل للمركز وحقيقه لكل المؤسسات الوطنيه. بالنسبه لسؤالك الجواب لا، الحالات عم بتزيد حقيقه، بس مش بالطريقه اللي ممكن تعمل تخويف للناس انه والله في شيء وحش عم بينتظر الناس او كذا. سجل الوطني للسرطان اللي هو الجهه الوحيده المخوله والتي تملك المعلومات عن وضع السرطان بالاردن، واعتقد هي جهه دقيقه جدا حقيقه. نعم. اخر تقرير بال2009 عن وضع السرطان بالاردن كان في عندنا 4800 حوالي 4800 حاله جديده بال2009. نعم. الان احنا نتوقع حسب الدراسات اللي اجريناها انه هذا الرقم سيزيد.
ونتوقع بجوز بال 2030 قد يتضاعف هذا الرقم لعدة أسباب. أولا إحنا عدد السكان عم بتزايد فالنسبة للسكان هذا واحد. ثانيا بكل الدراسات الدول النامية كلها عم بيزيد نسبة السرطان فيها. الدول المتطورة فيها سرطان نسبة عالية جدا لكن وصلوا الحد شبه الأعلى. الدول النامية الآن بأسلوب الحياة الجديدة اللي بدأت تتبعه صارت الناس نفس أسلوب الحياة عند الجميع بالعادات السيئة بي بي بي. فهذول السببين الرئيسيين يخلوا السرطان عم بتزايد. وحقيقة بالنسبة للتوسعة هذا أحد الأسباب. يعني إحنا لما كنا بنتخذ قرار التوسعة القرار كان صعب جدا وجوز أخذ منا سنتين لأن الظروف الاقتصادية إحنا عارفينها ظروف اقتصادية صعبة. لكن إما اليوم أو شو بدنا نشوف بعد كم سنة وين بدهم يروحوا هذول المرضى. فهذا سبب رئيسي للتوسعة. السبب الآخر كمان غير العدد المرضى إنه في برامج جديدة الطب كل يوم يتطور في أجهزة جديدة بطل المستشفى بوضعه الحالي بالمساحات المتوفرة لدينا يمكن استيعاب أي مريض جديد أو أي جهاز جديد. فلهذول السببين كان القرار واضح إنه نوسع رغم كل المحاذير اللي كنا إحنا عارفينها مسبقا. إذن أنتم في توقع إنه يزداد العدد المصابين بالسرطان لكن هذا مش لأنه الأردن لحالها لأنه يعني في ظروف محيطة طبيعة صح. حياة الناس عدد السكان بده يزيد. نطمئن ولا أنتم متخوفين بكل صراحة دكتور كأطباء؟ يعني الواحد ما بدي يخوف بنفس الوقت ما بدي يعطي اطمئنان كاذب. عم بيزيد لكن مش للدرجة اللي تخوف. ما زلنا احنا نحتل الأردن على خارطة السرطان العالمية موقع متوسط زينا زي كل الدول المحيطة واقل بكثير من الدول الغربية المتطورة اقل من امريكا اقل من استراليا من المانيا من الدول الاوروبية فاحنا اقل منهم. لكن هذا ما يدعونا انه والله الواحد ينام ويستنى. الان اذا السرطان شر لابد منه شو اللي بدنا نعمله إله؟ نكافح بواحد اثنين نكتشفه مبكر لأنه بالكشف المبكر عنه نسبة الشفاء الآن الحمد لله صارت تقارب 90%. فبهذا وإيجاد مراكز متخصصة متطورة زي مركز الحسين وغير مركز الحسين للسرطان باستحداث كل الأجهزة التشخيصية والعلاجية الموجودة بالعالم لعلاج المريض إذا شخص بهذا المرض. فالمشكلة موجودة ما نتخبى منها لكن بنفس الوقت إحنا بإمكاننا إن شاء الله نواجهها ونحسن النتائج لمرضانا ولمواطنا. الناس تساعدكم في قضايا التوعية يعني صح. الممارسات الحياتية قضايا التدخين التغذية صح. السيئة عدم الحركة كلها أعمالها بتلعب دور صح. طيب دكتور أرجع شوي لموضوع التوسعة. التوسعة الآن وجدنا شو المبررات أو فسرت لنا إياها لكن التوسعة الآن تشرح لنا عنها كيف بلشتوا أنت بتتوقعوا تنتهوا في أي مرحلة الآن وصلتوا؟ بدأنا بالعام الماضي. التوسعة راح تكون عبارة عن برجين برج للمرضى الداخليين وبرج للمرضى الخارجيين للعيادات. أحد الأبراج 13 طابق والثاني 11 طابق. المساحة الإجمالية 84 ألف متر مربع اللي هي 4 أضعاف مساحة المركز الحالي الآن. راح تضيف لنا 182 سرير جديد للمركز. إحنا الآن عندنا 170 سرير راح يجينا كمان يعني أكثر من ضعف الأسرة. راح تعطينا أقسام جديدة للأشعة العلاجية للآي سي يو 6 غرف عمليات جديدة مبنى عيادات كامل مثلا في مركز للمرأة كل أورام المرأة وما تحتاجه المرأة بهذا الطابق موجودة كاملة. ممتاز. الأطفال نفس الشيء راح يكون عندنا مختبر متطور جدا الأول من نوعه للعلاج الجيني والعلاج على مستوى الخلية وهو الآن كل العالم يتجه له. فراح يكون في عندنا مركز متطور وكبير جدا للتدريب لنستقبل المتدربين من الأردن ومن خارج الأردن بهذا المجال. فحقيقة يعني راح يعطينا كثير من الأشياء على مستوى العدد والنوع واستحداث برامج جديدة. متوقعين إن شاء الله إذا مشت الأمور والآن ماشيين ضمن البرنامج إحنا ومع البرنامج 2015 إن شاء الله صيف 2015 يتم افتتاح إن شاء الله إن شاء الله 40. أنا بدي أسأل قضية هامة جدا وأنا حقيقة امبارح يعني طلبت إني أسألك فيها وأنا مرة أثرت هذا الموضوع بما إنه إحنا بنحكي عن توسعة وبتستقبلوا ناس ومراجعين والعدد عم بيزيد من المراجعين. هنالك مقولة أو حديث بين الناس إنه مركز الحسين للسرطان ما بياخدش أي حالة. هلا هم إلهم مبرراتهم فكروا لكن إحنا بدنا ناخد شو وجهة نظر المركز من هذا الموضوع. برضو نفس الإجابة صح وخطأ بنفس الوقت. حقيقة لا يستطيع المركز بوضعه الحالي أن يستقبل كل مرضى السرطان الأردنيين. نحن بأقصى طاقتنا الآن نستقبل ما بين 50 إلى 60% من المرضى.
هذا يضطرنا إلى أنه نرفض المرضى، لكن الرفض هذا يتم على أسس، وهذه الأسس تراجع كل بشكل دوري. الآن الأسس إحنا نحاول نجد بالمستشفى وين الشغلة اللي هي عنق الزجاجة، اللي وين أصعب منطقة الآن عليها الضغط، ومن خلال هذا أي مريض بحاجة لخدمة من هذه المنطقة الصعبة علينا نحاول ألا نقبل هذا المريض في المرحلة. يعني إذا المريض بحاجة لدخول للمستشفى وما عندنا أسرة، نحاول المرضى الذي يحتاجوا لدخول للمستشفى بصورة فورية إنه يا عمي والله لا، إذا في مجال إنه لمركز ثاني يكون أفضل، إنه ما عندي أسرة بديش أضر أنا المرضى اللي أوردي عندي موجودين بنتظروا الكيماوي. إذا بدي يكون على الأشعة العلاجية وعندي ضغط بهذا الوقت الأشعة العلاجية، أحاول أي مريض بده أشعة علاجية. فهي حقيقة موجودة أسس، نرفض بجوز نسبة 20% من المرضى ل 25% من المرضى اللي يجونا، ونقبل من بين 75% ل 80%، لكن هذا مش بإيدنا الحكي، لأنه يعني بدنا ضعف مركزنا حتى نستطيع نقبل المرضى كلهم ونقدم خدمة. احنا بودنا نستقبل كل المرضى ونقدم علاج لكل المرضى، لكن مضطرين يعني حكيته والأسباب اللي حكيت. أنا حبيت أوضحها دكتور، أنا عارف الإجابة ويمكن إحنا في لقاء سابق حكيتها، وفي أكثر من مرة حديث عن مركز الحسين ووضحنا على هذا الموضوع من خلال يعني أطباء تانيين، لكن إحنا حبينا نوضح للناس بأنه مركز الحسين مش ما بيأخذ هاي الحالات. في مقولة أوصل لك إياها، بيحكوا الناس أنه ما بيأخذوا إلا الحالات اللي يعني لسه في بدايتها علشان تسجيل حالات نجاح. هذا الكلام غير مبرر نهائيا، ومش هذا الكلام الصح. أنا بدي أسأل هذا السؤال، إنه ما هو السر بإنه نسب الشفاء في مركز الحسين للسرطان نسب عالية بعد إرادة الله عز وجل؟ هذا بدخلني يمكن على الخطط العلاجية اللي أنتوا بتمشوا فيها. أول أرجع لبداية الحديث، حقيقة إحنا يعني إذا أخذنا السجل الوطني للسرطان كسجل لكل الأردن، وأخذنا سجل مركز الحسين للسرطان كسجل للمركز، نعم، العينة اللي تأخذها المركز هي ممثلة للعينة اللي موجودة بالسجل الوطني للسرطان. يعني إذا بالأردن تم تشخيص 25% من المرضى بمرحلة متأخرة، إحنا عندنا بالمركز 25% مرحلة متأخرة. نعم. فحقيقة لا يوجد هذا الحكي وليس له، وعندنا قسم كامل للعناية التلطيفية اليوم المرضى بآخر فترة حياتهم لما أنشأنا لو كان، لكن زي ما حكيت لك بوضعنا الحالي لا نستطيع إلا أن نرفض مرضى، لكن هذول المرضى في ستيج واحد، مرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، صحيح، وممثلين بمساواة كاملة. نعم. أدخل على قضية هامة جدا، وأحد الإنجازات لمركز الحسين حول موضوع وحدة تشخيص سرطان الثدي، في تغييرات صار عليها وفي تعديلات وفي تطورات، نحكي عنها شوية. حقيقة إذا رجعنا للسجل الوطني للسرطان، أكثر السرطانات انتشارا عند الجنسين إذا أخذنا ككل هو سرطان الثدي، يشكل أكثر حوالي ثلث سرطان السرطانات عند النساء. فمن هون أجت أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأنه إذا اكتشفنا السرطان مبكرا نسبة النجاح إن شاء الله تقارب 100%، 98-99%. أنشأنا وحدة لتشخيص والكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمركز، تحتوي على كل ما توصل له العلم الحديث من جهاز لتصوير الماموجرام الرقمي، من أخذ عينة تحت جهاز الماموجرام، أضفنا الآن جهاز لتصوير الألتراسون ثلاثي الأبعاد للكشف عن السرطان عند السيدات بعمر أقل، يكون كثافة أنسجة الثدي ثقيلة لذلك أو كثيفة لا يمكن أو صعب الكشف عنه بصورة الماموجرام، استحدثنا جهاز رنين مغناطيسي لتصوير الثدي ومساعدة الكمبيوتر للكشف عن الأورام وهي صغيرة جدا، وأخذ العينة من هذه الأورام تحت تصوير الرنين المغناطيسي. الشغلة اللي أفتخر فيها وبعتبرها إنجاز المركز، إنشاء أول وحدة متنقلة للكشف عن سرطان الثدي بمساعدة والتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، الآن بالمفرق هي، نعم، بدل ما يجوا الستات من المفرق لعمان الآن بيتصوروا بالمفرق، يتم دراسة الحالة بعمان ونساعدهم هم في محلهم. نعم. أدخل يمكن سؤالي الأخير حول بنك الخلايا الجذعية والحبل السري، وهي قضية هامة جدا وإنجاز أيضا للمركز، نحكي عنها شوي دكتور. الآن حتى يتم زراعة النخاع للمريض وهو بعض الأمراض هو الحل الوحيد لهم، يجب أن يكون هنالك مطابق من العائلة متبرع، لكن بنسبة كبيرة من هذول المرضى لا يوجد مطابق، صح، من العائلة، فنضطر أنه ناخذها من برا. الآن بنشتريها من برا، التكلفة عالية تفوق 30,000، لذلك يجب أن يكون عندنا بالأردن بنك للحبل السري. الست بعد ما تولد المولود الحبل السري يرمى، صحيح، ما في داعي، يتبرع به، يحفظ بوسائل معينة، يوجد بينات عنه، إذا جاء بأي وقت مريض وهو بحاجة لهذا الحبل السري لزراعة النخاع باستخدام الحبل السري نستخدم هذه
الخلايا اللي هي خلايا مفيدة جدا وتسبب الشفاء أو يعني مشيئة الله تكون سبب في شفاء هذول المرضى. لذلك احنا الآن ماشيين بالبرنامج وإن شاء الله راح يكون أحد إنجازاتنا في القريب العاجل إن شاء الله. يمكن أنا حديثي يطول عن هذا المركز وعن إنجازاته، لكن من خلال التقرير لمسنا مدى رضا الناس عن الخدمة التي تقدم في هذا المركز. أنا بدي أحييكم وأحيي كل العاملين في مركز الحسين للسرطان من أصغر رتبة إدارية إلى أعلى رتبة. شكرا لحضرتك عطوفة الدكتور عاصم منصور وحضرتك المدير العام لمركز الحسين للسرطان. أمنياتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله والشفاء للجميع. شكرا لك مرة. أهلا وسهلا. يا هلا فيك. شمسك يا بلادي الأمل الصبح تنادي وتغريد الطير الشادي سحرك غير ومش عادي أحلى شمسك يا بلادي الأمل الصبح تنادي وتغريد الطير الشادي سحرك غير ومش عادي صباحك أحلى صباح الندى منك فاح صباحك أحلى صباح طيب الندى منك فاح مهما لفت ابنك أواح بحضانك يخفى ويرتاح الشمس بتغزل الأهداب وتلميذ بيدرس بكتاب لو تنجم على حباب يسعد صباحي لطيار الشمس بتغزل الأهداب تلميذ بيدرس بكتاب لو تنجم على حباب يسعد صباحي لطيار مثل أم النشمية انت كلك حنية مثل أم النشمية انت كلك حنية ضل زينة وباهية وحي الله الأردنية.